على المحاضرة، وراح يظهر عندي إن الشخص اطلع على المحاضرة أو من تقرير المحاضرة. فالشباب اللي ما يستطيعون الحضور بإمكانهم هم يدخلون على المحاضرة مسجلة ويتابعونها، وراح يظهر لي برضو دخولهم للمحاضرة ومتابعتهم لها، وهذا كافي للتحضير. لكن لا زلنا إلى الآن نحاول نحل المشكلة، متواصلين مع البلاك بورد. فوقفنا آخر شيء وأنا نتكلم عن التحويل من الستاتيك لود إلى الدايناميك. قلنا في معادلة الأريم اللي راح نستخدمها في حل المعادلة، حل الأمثلة، يبدو للشباب أن المشكلة إن شاء الله أنها انحلت. فحاولوا أنكم تدخلوا مرة ثانية، ممكن وبلغوا زملائكم أنهم يحاولون يدخلون مرة ثانية، إن شاء الله أن المشكلة انحلت. نرجع ثاني محاضرة كثير. فقلنا أن الأريم فورميلا اللي راح نستخدمها تعتمد على فيك فيد وعلى الويل دايميتر، والعلاقة اللي نحاول أن نوجدها علاقة الدايناميك لود بالستاتيك لود. راح نوجد ما نسميه بالدايناميك لود فاكتور. الدايناميك لود فاكتور هو عبارة عن واحد زائدا قيمة تعتمد على السرعة والويل دايمتر. تعتمد على السرعة والويل دايمتر. فلو رحنا للسلايد اللي بعده راح نجد العلاقة هذه بإمكاننا حلها بطريقتين. الطريقة الأولى في حالة أن الدايناميك لود بالباوند والستاتيك لود بالباوند، راح تستخدم السرعة ماير أور والدايميتر بالإنش. راح تصير 33 في السرعة تقسيم 100 بالدايميتر. ولو كانت عندك الستاتيك لود بالكيلو نيوتن والديناميك توجد بالكيلو نيوتن، راح تستخدم او بالكيلو جرام او ايا كان، راح تستخدم المتريك وتوجد العلاقة كالتالي: 5.21 في السرعة تقسيم الدايميتر. السؤال الآن اللي نحتاج ان نجاوب عليه بناء على المعادلة اللي قدامك، ما يحتاج اشرحها لك. اذا زادت السرعة راح يزيد فالسؤال الآن: إذا زادت السرعة هل يزيد الدايناميك لود ولا لا؟ المعطيات قدامك، المعادلة قدامك، السرعة إذا زادت يزيد الدايناميك لود ولا لا؟ جاوبني، يزيد ولا ينقص؟ زادت السرعة يزيد أو ينقص الدايناميك لود؟
بالضبط. الزيادة بسبب أن السرعة بسط. إذا جينا نحسب المعامل اللي داخل في حسبة الدايناميك لود، بالمقابل إذا زاد الدايميتر هل بيزيد الدايناميك لود ولا ينقص؟ تأثير الدايميتر عكسي لتأثير السرعة، لأن الدايميتر موجود في البسط، ما زاد الدايميتر كل ما زاد، كل ما قلت الدايناميك لود. هذا أو هذه العلاقة ما بين السرعة والدايناميك لود والدايميتر والدايناميك لود. إذا صار عندنا سرعات عالية يفضل أن نستخدم دايميتر عالي. إذا تذكرون في المحاضرات الابتدائية اللي تكلمنا فيها عن اللوكوموتيفز والرولينج ستوك، قلنا ان اللوكوموتيف لها دايميتر عالي او دايميتر كبير، بالتالي بالتالي احنا نحتاج معلش لها دايميتر كبير لمقاومة او لمحاولة تقليل تأثير الدايناميك. طيب يا شباب، وصلني من الدعم الفني انه المشكلة تقريبا انحلت واستطاعوا الدخول للمحاضرة، فياليت تبلغون زملائكم انهم يحاولون يغيرون المتصفح او يدخلون اكثر مرة، لان المشكلة انحلت تقريبا، فرجاء حاولوا تبلغونهم بشكل. زي ما قلنا، إذا تبغى تحول الستاتيك لود للدايناميك لود، في حالة إن الأوزان أو الستاتيك لود الكيلو نيوتن أو الكيلو جرام، فإنك راح تستخدم المعامل 5.21 في السرعة على الدايميتر، والسرعة راح تصير بالكيلومتر والدايميتر راح يصير بالمليمتر. في أيضا قوانين أخرى لها علاقة نستخدمها لحل وحسبة الدايناميك لود، فهذه القوانين أوروبية موجودة هنا علم بالشيء. هذه القوانين كذلك تستخدم السرعة لحساب تأثير الدايناميك لود أو من الدايناميك لود فقط السرعة، والسرعة هنا كيلومتر بر اور. القريمة هو راح نستخدم نحل المسائل، لكن هذه للعلم بالشيء، في أكثر من نوع، كل نوع يعتمد على حسب المعطيات، سواء سرعات عالية سرعات منخفضة، كل واحد منهم تقدر تستخدمه على حسب المعطيات اللي عندك. ما احنا مطالبين فيه، هذه فقط للعلم بالشيء، يوجد القريمة كافي حل أو حسبة دايناميك امباكت، معامل الدايناميك لود، دايناميك لود فاكتور، موجود عندنا الأريمة كافي بشكل مناسب، ونستطيع الحل بجميع الوحدات سواء الوحدات الأمريكية أو الوحدات المترية. هناخذ مثال، المثال هذا له علاقة بحسبة الدايناميك لود، والمعطيات عندنا الباوند والسرعة بالمايل بر اور. راح نستخدم الفاكتور الأول اللي كان له علاقة بسرعات دايناميك لود بالانجلش يونتس. قلنا what is the dynamic impact load that a 268,000 pound car traveling at 50 mile per hour generate. المعلومات الإضافية اللي نحتاجها لحل المسألة عدد الأكسلز ودايمتر.
دايميتر لإيجاد دانم كلود، الأكسل لإيجاد الويل. زي ما قلنا في أو قبل شوي قلنا إن ال قلنا إن ال الويل لود هو عبارة عن الدانم كلود تقسيم 4 يعطيك الوزن الأكسل، الوزن الأكسل تقسمه على 2 يعطيك الوزن للويل. فلو بنحطها بقانون بنقول الوزن 268 تقسيم 2 في عدد الأكسل لود. كم عدد الأكسل لود المعطى هنا؟ 4، حيصير 286 تقسيم 8، راح يطلع معك 35 تقسيم 75، وهذه يفترض أنها اكتب كي حل المعادلة أو حل المطلوب. دايناميك لود مطلوب، الستاتيك لود معطى، وراح نستخدم معادلة الأريمة. فقلنا 1 زائد ثيتا، والثيتا المعامل اللي راح نضيف أو راح نستخدم الريشيو 33، السرعة على 100 في دايمتر، والسرعة معطى عندنا اللي هي 50 بر اور، والدايميتر مطى اللي هو 36 انش. لو عوضنا هنا راح يطلع 33 مضروبة في 50، والمية مضروبة في 36 اللي هو الدايميتر بالانش. لازم تعرف الوحدات اللي راح تعوضها المعادلة، ان الوحدات مهمة جدا. مضروبة في الون ستاتيك للويل، ستاتيك للويل. هذه عرفنا جت 280 على 8، جت من معلومية أن الأكسل عبارة عن 4 والويل 2 لكل أكسل، فصار 286 تقسيم 4 أكسلز، وأضفنا عليها الويل صار بيطلع معك 35.75. الأخير يطلع لك الوزن 52,135، زيادة كبيرة عن الوزن الأصلي. لو حلينا المعادلة مرة ثانية باستخدام الدايناميك امباكت لود باستخدام الوحدات المترية والانترناشونال، 1272 كيلو نيوتن اللي هو عبارة عن 130 طن، والسرعة 80 كيلو متر بالآور، والأكسلز 4 أكسل، والدايميتر 914 مليمتر. المتر أهم شيء إنه مليمتر، السرعة كيلو متر بالآور عشان نستخدمها في حل المسألة. صار عندنا 1 زائد مضروبة في الستاتيك لود يساوي 1 زائد 5.21 في السرعة قسيم ديميتر، والسرعة 80 ديميتر 419، يطلع عندك الفاكت 1.465، والكيلو نيوتن 100 أو 1272 قسمناها على 8، والثمانية عبارة عن 4 أكسل مضروبة في 2 ويلز، 4 أكسل في 2 ويل أعطانا 8، وعندك 6 أكسلز يطلع لك الناتج بدال 8 12، ضرب 6 في 2 يعطيك 12 ويل.
فطلع لك الناتج النهائي 231، اللي هو زيادة 45% على الستاتيك لود، زيادة 45% على الستاتيك لود. lateral forces الجانبية تصير عادة applied to the rail head. عادة الأحمال هذه تصير موجودة أو تأثيرها يأتي في منطقة الريل هيد. هذا الريل هيد يصير تأثير lateral forces، بالتالي غريب جدا والله، حاولت أحل المشكلة لكن حصل خير. لعلهم يتابعون المحاضرة يعني مسجلة بعد ما نأتي، ما نقدر نسوي أكثر من كذا. قلنا إنه اللاترال فورسز عادة أبلايد للريل هيد، فتصير الأحمال اللي جاية من السكة تأثيرها الجانبي على الريل. هذا الحمل مع الحمل الفيرتيكال قد يؤدي إلى محصلة قوى تؤثر على الريل، أو تؤثر على أن الريل أو يحاول أنه يخرج من مكانه أو ينفك من مكانه، ينقلب للجهة خارج مسار السكة. ولهذا السبب قلنا في المحاضرة اللي راحت أن البليتس تصير فيها ميول، والميول هذا عادة يصير 1 إلى 20، 1 إلى 20 مقاومة محصلة القوى اللي جاية من اللترال فورسز والفيرتيكال فورسز. طبعا راح يصير في ديفليكشن، الديفليكشن اللي هو تغير او تأثير للأحمال على الريل ويسبب التويست. التويست عادة ان يصير عندك الريل بشكل هذا مسار طولي، يصير في هنا ميول للريل اقل من الميول في الجهة اللي قبله، يعني يصير ميول لخارج سك، ميول جانبي. هذا نسميه التويست. During the curve moment زي ما قلنا there is lateral longitudinal slip، لأن في واحد من الويلز دوران radius أقل من الويل الثاني. وسبب تصميم الويل يصير في مثلا دوران أو سليب أو انزلاق في واحد من الويل، والانزلاق هذا طولي وايضا يجي مع تاثير على الريل. For medium to severe curves نقصد بالميديوم سيفير كيرفز الكيرفز اللي تبدا من 5 ديجري اوف كيرفتشر الى 10 او 9 ديجري اوف كيرفتشر، يعني الكيرفز الصغير المتوسطه الصعبه. There is a flanging of wheels associated high wheel lateral forces، راح يصير في تأثير للاحتكاك الفلانج على الريل يعطي ريشيو عالي جدا للويل ريل لاترال فورس. اللاترال فورس تصير عالية جدا، بالتالي أثناء حتى تصميمنا لما قلنا نتكلم عن البالست قلنا الشولدرز تصير 300 متر، بإمكاننا إضافة عرض البالست للشولدرز حقت البالست في الحالات شارب كيرفز لسبب انه في لترال فورسز عاليه ما بين الويل والريل. مره ثانيه لما حسبنا الفريت ريل رود لترال لودز صارت تقريبا في الرينج لل 300 معلش لل 30 الف باوند او زيادة 14 طن، لكن بشكل يعني متوقع او بشكل عام القيمه تصل إلى 15 ألف 7 طن. هذه اللترال فورسز، لترال
ال 14 طن هذه تقريبا تساوي وزن الوزن الفيرتيكال لبعض انواع الباسنجر اوبريشن، فهذا الوزن عالي شوي. 7 طن هي تقريبا القيمه التقريبيه او الشائعه للاترال فورسز. اللاترال فورس إذا زادت عن قيمة معينة فعندنا حال، الحالة الأولى أن الريل ينقلب أوفر تيرن، والحالة الثانية أن يصير فيه ويل كلايم. الويل كلايم سببه عندك لاترال فورسز عالية وفيرتيكال فورسز منخفضة، يخلي الريزلت فورسز تصير للأعلى، وبالتالي يصير في تسلق للويل، والويل يبدأ يطلع من مسار، يصير في انقلاب القطار، يصير في دريل. هذه صار عندك الريشيو أو قيمة ما بين الفيرتيكال فورسز واللاترال فورسز توصل حد معين، بعد الحد هذا يصير عندك في زيادة مؤثر على سواء الريل أو على الويل إنه يتسلق. تأثير الاحتكاك ما بين الفلانج، تأثير الاحتكاك ما بين الفلانج وما بين الريل، تأثير محصلة القوى ما بين vertical forces lateral forces. Ratio of vertical loads to lateral force can be literal as L على ال V. في بعض المسميات أو بعض المراجع يصير ال Y over ال Q، اما ان نعبر عنه بالL over V ولا الY over الQ. وهذا الريشيو مستخدم في السيفتي، قلنا احنا نحاول نحافظ على ان محصلة القوة ما بين اللاترال فورسز ولا الفيرتيكال فورسز انها ما تتعدى حد معين يؤثر على تسلق العجلة للسكة، تسلق العجلة للسكة، تأثير محصلة القوة، تأثير الاحتكاك ما بين الفلانج والريل. في ليميت مستخدم نسميه الندى ليميت. الليميت هذا استيميت the vertical loads to lateral forces ratio limit to avoid derailment. derailment اللي هي تسلق الويل او خروج القطار من derailment. المعادلة المستخدمة او الليميت المستخدم محسوب بناء على دال ليميت يدخل فيه زاوية الفلانج. يعني لو رسمنا خط افقي وحسبنا زاوية الفلانج، طبعا الفلانج مصمم بزاوية معينة، والزاوية هذه تصير اكبر ما يمكن اول ما نطلع الويل من المصنع. الزاوية تقل كل ما تم استخدام الويل بشكل كبير. طبعا الزاوية الحين على اساس ان الويل جد ويل، تلقى الزاوية كبيرة بين الخط الأفقي وبين الفلانج أو نقطة التقاء الريل أو نقطة التقاء الفلانج بالريل، نقطة التقاء الفلانج بالريل. كذلك هذه محصلة الفيرتيكال فورسز واللاترال فورسز. في عندنا كذلك قوة الاحتكاك، فراح نستخدم معامل احتكاك في المعادلة. الليمت داخل فيه موضوعين، الموضوع الأول الزاوية، الموضوع الثاني معامل الاحتكاك. القوى هي اللي نبغى نوجد، هي اللي نبغى نوجد المحصل أو الريشيو والليمت للريشيو بين الفيرتيكال واللات. مثل ما قلنا كل ما كان الويل أو الجديد كل ما صارت الزاوية حقت الفلانج كبيرة. لو عندنا ويل مستخدم يصير الفلانج بالشكل هذا، يصير الفلانج بشكل هذا، ومحصلة القوة تصير بالطريقة هذه، الزاوية بتصير أقل ما يمكن بين الخط العمودي وبين تأثير القوة ونقطة التقاء الويل والريل. إذا صار الويل وورن
كل ما قلت الزاوية للفلانج أو الفلانج أنجل. بالتالي لو حسبنا المعادلة على أكثر من زاوية وحاولنا نطلع باستخدام أكثر من كوفيشنت فريكشن الندى الليمت، راح يطلع عندنا التالي. الجزء الأول أو اللي دخل في المعادلة الفلانج أنجل، زاوية الفلانج. الجزء الثاني معامل الاحتكاك كوفيشنت فريكشن. الأنجل معطاه قيمة زاوية من 50 إلى 86. الكوفيشنت اوف فريكشن زي ما قلنا في المحاضرات اللي راحت يعطى على، أو زي ما أخذنا في ال 430 والمحاضرات اللي بعدها في 431 32، قيمته فاصلة 1 فاصلة 2 فاصلة 3 إلى فاصلة، في فاصلة 6 تعتبر دراي كونديشن، فاصلة 1 يعتبر ويت كونديشن. فهذه الليمت للكوفيشنت. لو دخلنا بزاوية 50، خلينا نقول هذه الزاوية في حالة أن الويل تستخدم استخدام قوي جدا، وخدنا في الحالة أنه الريل دراي فالاحتكاك أعلى ما يمكن، فنحتاج محصلة قوة بين الفيرتيكال لترال للفيرتيكال تساوي فاصلة ثلاثة. يعني القوة الجانبية يفترض أنها تساوي 30% من الفيرتيكال فورس. لو أخذناها بقيمة موضحة أو مثال، لو فرضنا أن هذه عبارة عن 100، نقول 100 طن، 100 طن، فيفترض أن اللاترال تصير 30، 30%. هذا بسبب ان حالة الفلانج سيئة، زاوية صغيرة معناته مستخدم، والاحتكاك عالي جدا بسبب انه دراي كونديشن. ولو في حالة ان الويل سيء، في حالة ان الويل سيء لكن حاولنا ان نعدل من الكونديشنز اللي موجودة، يعني احط اللوبريكيشن على الريل ما بينها وبين الكيرفز، واستخدمنا الجهاز هذا وزيتنا الويل إلى الحال، تلقى صار عندك زيادة بالليمت إلى تقريبا 1. بدل ما تستخدم 30 طن لللاترال فورسز بإمكانك تستخدم 100 طن لللاترال فورسز تقسيم 100 طن للفيرتيكال فورسز. هذا معناته أن السرعات تقدر تزيدها، معناته أنه ما في مشكلة أو خطورة في الويل دريف. في المقابل إذا عندك الويل حالة جدا ممتازة جدا، حتى في الدراي كونديشن تقدر توصل إلى ليمت عالي جدا تقريبا 1.4، فتقدر تصير القوة لو أخذناها للمية برضو عشان يصير أسهل في الحسابات، 100 هذه الـ vertical forces تقدر تستخدم إلى 140 الـ lateral force، وهذا في أسوأ الحالات عالي جدا. طبعا الليمت عادة يصير 1.4، فيفترض انك ما تتعدى 1.4 سواء حتى لو انه يعني الويل جديد. 1.4 يفترض انه هو زي ما قلنا الار نت اكسل، لاحظ لازم يصير طبعا النت اكسل يفترض انه اذا عندك الويل هذا الريل الثاني الفيرتيكال فورسز للاكسل واللاترال فورسز للاكسل نفس الشيء، يفضل محصلة القوى للاثنين باعتبار اللاترال فورسز والفيرتيكال فورسز اللي جاية على الاكسل نفسه انها ما تتعدى 1.4. اليوروبيان ليمت
للويل 1.2، للسنجل ويل حالة ان الفلانج فاصلة، او معلش الدبليو على الفلانج يساوي فاصلة 75، يصير اقل من 1. والهاي سبيد يفترض ان نقلل الاوزان اللترال لسبب وجود السرعات العالية ل 0.5. هذه من الـ FRA اللي هو الـ Federal Administration، مؤسسة فيدرالية لسلامة السمك في أمريكا. كذلك عندنا منظمة أمريكية اللي هي AAR، تكلمنا عنها أنها تعطيك نت أكسل الـ Vertical Forces. كذلك عندنا مع اللونجتودنال لودز، وقلنا فيه موضوع او جزئين يؤثرون على اللونج تيرم فورسز، او جزئين هم اللي يدخلون موضوع القوه الطوليه على السك. الاول اللي هو تراكتيف والبريك، والموضوع الثاني اللي راح نتكلم عنه كثير اللي هو لونج تيرم ستريسز، وسببها الثيرمال فورسز، القوه اللي تحت تاثير درجة الحرارة، وعلى حسب مسمى راح يدخل في تأثيرها درجة الحرارة راح يدخل فيها steel properties والcross sectional area. طبعا هنا المقارنة ما بين أو درجة الحرارة المعطاة الأصلية وفي درجة حرارة ثانية، درجة يعني اللي نبغى نحسب عندها الستريسز. فدرجة الحرارة الأصلية اللي هي الناتورال ولا الفري فورس تمبريتشر، يعني ما في تأثير على الريل أثناء وضعنا أو أثناء يعني بناءنا للسلك. بعدها نبغى نشوف التأثير بناء على الستيل بروبرتيز والكروس سكشنال اريا. في درجة حرارة أصلية أثناء بناء السكة، ثم درجة حرارة أثناء وجود الريل داخل السكة، وتبغى تحسب بناء عليه الثيرمال ستريسز. الثيرمال ستريسز يا أما أنها تصير تنشن ولا كومبريشن. التنشن في حالة أن التمبريتشر الثاني أو التمبريتشر اللي نبغى نحسب عنده ستريسز أقل من التمبريتشر الأصلي. والكومبريشن إذا صارت التمبريتشر الأصلي أقل من التمبريتشر اللي حسبنا عند الاستريسز. لو هذا الناتشرال تمبريتشر درجة الحرارة اللي حسبنا عندها الاستريسز أقل، راح يصير عندنا تنشن. زي ما قلنا التمبريتشر اللي حسبنا عندها الاستريسز أقل، حصير هنا تنشن. إذا درجة الحرارة اللي حسبنا عندها درجة الحرارة او معلش درجه الحراره اللي حسبنا عندها الاستريسز اعلى من درجه الحراره الاصليه، حيصير عندنا كومبريشن. اكتب هنا سي. عندنا قوانين نستخدم فيها زي ما قلنا قبل شوي بعض المعطيات، من ضمنها درجة الحرارة، ومن ضمنها عامل نسميه الاكسبانشن كوفيشنت. العامل هذا عادة له علاقة بالطول وله علاقة بالفهايت أو السلسيوس على حسب درجة الحرارة اللي تستخدمها. فإذا تبغى تحسب الطول، تغير الطول زيادة نقصا بناء على تبغى تحسب متغير زيادة أو نقصا، بإمكانك تستخدم المعطيات التالية: الطول الأصلي، الطول الأصلي سواء إنش أو مليمتر، تغير درجة الحرارة ما بين درجة الحرارة الأصلية ودرجة الحرارة اللي حكينا عندها الزيادة أو الإكسبانشن أو الكونتراكشن، زيادة أو نقص في طول الريل، واخيرا الكوفيشنت. والكوفيشنت ثابت على الوحدات اللي راح تستخدم. فاذا انت بتستخدم اللينكث
الريل بالمليمتر راح تستخدم الكوفيشنت التالي: فاصلة صفر 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 واحد واحد خمسة مليمتر لكل مليمتر لكل سلسيوس. فهذا الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت. في الحالة الثانية اللي هو إذا استخدمت الوحدات بالإنش أو استخدمت اللينك للريل بالإنش واستخدمت الفرنهايت درجة الحرارة، صار عندك فاصلة صفر 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 ستة ثلاثة إنش لكل إنش لكل فرنهايت. فهذا المعامل كوفيشنت الإكسبانشن في حالة استخدمت وحدات أمريكية وحدات انترناشونال. اللي يهمنا الفورسز والستريسز، فنبغى نحسب الفورسز او الثيرمال فورسز اللي تاثر على السكه عند درجه حراره معينه. وزي ما قلنا راح يدخل فيها ثلاث اشياء: الاول اللي هو الستيل بروبرتي، وهذه قيمه ثابته ما تتغير. الاي الكروس سكشن للريل، ويختلف بناء على نوع الريل اللي احنا تكلمنا عنه في المحاضره الماضيه. فقلنا قلنا الثيرمال فورسز تعتمد على الكروس سكشن، على الستيل بروبرتيز، واخيرا تغير درجه الحراره. عندنا معامل ثابت بناء على المعطيات الثلاثه اللي احنا اخترناها، نختار الاكسبانشن كوفيشنت. خلينا نروح للقيم اللي موجوده عندنا. اولا الناتج من المعادله الثيرمال لونجتودنال فورس، سواء بالباوند ولا بالكيلو نيوتن. الحاله الثانيه الكروس سكشنال اريا، وهذه بالانش سكوير وبالسنتيمتر سكوير. الاي هي المودولس اوف الاستيسيتي اوف ريل ستيل، ريل او ريل ستيل، ريل ستيل قيمتين ثابته ما تتغير، يا اما انها 30 مضروبه في 6 اس في 10 اس 6، استخدمنا الوحدات الامريكيه باوند الانش سكوير، او تصير 207 مضروبه في 10 اس 6 ميجا باسكال. استخدمت الوحدات الانترناشونال تستخدم 207، اذا استخدمت الباوند والانش والوحدات الامريكيه راح تستخدم 30 في 10 اس 6. القيمه هذه ما تتغير، و اختيارك لها على حسب الوحدات اللي تبي تختارها. تغير درجة الحرارة إما بالسلسيوس الفهرنهايت والإكسبانشن، يا إما تستخدم الوحدات الأمريكية الإنش إنش لكل فهرنهايت، ولا المليمتر لكل مليمتر لكل سلسيوس. طيب هذه مرة ثانية الحالة الاثنين اللي عندنا. قلنا الحالة الأولى درجة الحرارة الأصلية حسب ما يعني وضع درجة الحرارة الأصلية قصت، فإن راح يصير عندنا tension leads to pull apart، معناتها يعني ينفصل الريل من مكان الربط عن الجوينتس ولا الويلدينج. الحالة الثانية إذا زادت درجة الحرارة عن درجة الحرارة الأصلية راح يصير عندنا compression. The compression leads to buckling زي ما انت شايف، بسبب انه الريل ما عنده منطقة انه يتمدد اثناء زيادة درجة الحرارة، ما في مكان لتمدد أثناء زيادة درجة الحرارة عن درجة الحرارة الأصلية. الريل كروس سكشن هنا موضوع لك مجموعة منها. الريل 100 ار اي، 100 باوند لكل يارد هذا الأمريكي. الكروس سكشن إما أنها تصير 9.95 أو 64، 115 ار اي راح تصير 11.25 سكوير او 72.6 سنتيمتر سكوير. كل ما زاد وزنه كل ما زادت الاريا. 141 وصلنا الى الوزن او كروس سكشن 13.8 او 89 سنتيمتر سكوير. كل ما زاد وزن الريل كل ما زادت او كل ما زاد الحجم. فهنا قلنا المية اللي هي عبارة عن باوند لكل يارد، وزنه 9، الوزن زاد الكروس سكشن صار 11.25،
وزن الأوروبي 60 كيلو جرام لكل متر أو 120 باوند لكل يارد زاد المساحة أو الأريا. وصلنا 132 باوند لكل زادت الأريا. وصلنا إلى 136 باوند لكل يارد زادت الأريا إلى 13.35، زادت برضو إلى 141. صار عندنا الكروس سكشنال أريا عبارة عن 13.8 إنش سكوير، زادت عن سابقتها. فكل ما زاد الوزن كل ما زاد المساحة أو الكروس سكشنال أريا للريل. ناخذ عليه مثال. المثال يقول لك انه thermally induced longitudinal rail forces caused by change in empty rail temperature from natural or force force free temperature of rail. هذه التعريف thermal forces، ومعطيك بناء عليه natural temperature تساوي 50 والماكسيمم اير temperature هي عباره عن 110. وهنا فرضيه اضافيه بامكانك انك تاخذها وبامكانك انك تهملها على حسب رغبتك وعلى حسب الحلول المعطاه عندك. اذا صار اختيار متعدد الحاله هذه انه زادت درجه الحراره، هذه درجه الحراره الاصليه ودرجه الحراره اللي وضعنا عندها الريل. هذه درجه الحراره اللي نبغى نحسب عندها الستريسز او درجه الحراره الموجوده. ماكسيموم ريل تمبريتشر زدناها 40 فهرنهايت. سبب الزياده هذه ال 40 فهرنهايت، لاحظ هذه الماكسيموم ريل تمبريتشر زدناها 40 فهرنهايت. سبب الزياده انه صار الريل موجود تحت الشمس مباشره، الماكسيموم اير تمبريتشر ما هي الريل تمبريتشر. الماكسيموم اير تمبريتشر ما هي الريل تمبريتشر، لانه التعريض او تعريض الريل للشمس يزيد درجه حرارته تقريبا 40 فهرنهايت. مره ثانيه، اذا صار الريل موجود تحت الشمس فان درجه الحراره الريل اكثر من درجه الحراره للجو للهواء ب 40 فهرنهايت. تاخذ ال 110 وتزيد عليها 40 فهرنهايت ويطلع لك 150 اللي هي درجه حراره الريل. يعني هذا الفرق ما راح يصير كبير، فسواء اخذته او خليته ما يفرق ابدا. يعني اقصد يعني في الحل النهائي او حتى في لاحقا، يعني اذا جيت تستخدم القيم هذه للتصميم، فال40 هذه سواء اخذتها او خليتها ما يفرق. هذه فقط لزياده او معلش زياده جوده الحسابات، يعني صارت الحسابات اكثر دقه. اخذنا الفرق ما بين الاصلي والبريتشر الاصلي والماكسيم او الماكسيمم ريل، طلع الفرق في فهرنهايت او 55.5 سلسيوس، والريل المستخدم هنا 115 او اخذناه كمثال 115. الكروس سكشنال اريا هي 11.25 او 72.6 سنتيمتر. حليت انا هنا المساله باستخدام الوحدات الامريكيه، فاخذت 30 في 10 او 6 هذه باوند لكل انش سكوير، واخذت 11.25 انش سكوير، ال 100 هو تغير درجه الحراره بالفهرنهايت. القيمه هذه عباره عن الاكسبانشن فاكتور للانش لكل انش لكل فهرنهايت. طلع في الأخير عندك القوة الفورسز عبارة عن 212,600 باوند. هذه قيمة كومبريشن لأن درجة الحرارة الأصلية زاد. نرجع ثانية على الصفحة اللي قبلها، هذه درجة الحرارة الأصلية الناتشر زادت إلى الماكسيموم اير تمبريتشر، بالتالي صار عندنا كومبريشن. حتى هنا حسبت لك اللونج تو كومبرسيف ستريس، كيف طلعت القيمه هذه؟ يريد تجاوبون يا شباب ولا ترى باختار واحد منكم يجاوب؟
اللي هي 19 ألف، منين جت قيمة 19 ألف؟ آخر قيمة تحت اللي أنا حاط عليها، حاط عليها خطة هذه القيمة، منين جت القيمة هذه بالضبط؟ هذه longitudinal compressive stress، منين جت القيمة هذه؟ يا شباب ما في أحد قدر خاشقجي، أحمد البسام، يا شباب